والثروات الطبيعية والبيئة. شكرا لك. ايه والطاقة ايضا طبعا، هاي الطاقة هي اهم ايمان. انا ايش قلت؟ مالين ايش قلت؟ لا لا، انت قلتي رئيسة. لا قلت نائب رئيس. نائب رئيس انت ما سمعتنيش. نائب رئيس. لا انا تخيل انا غلطت في اللجنة معناتها. نائب رئيس اللجنة. مرحبا. مرحبا يا لالا. مرحبا. باش تزور ولايات قابس صفاقس وقفصة. برنامج الزيارة ساعة وقتاش وشنو وشنو باش تعاينوا بالضبط؟ شكرا لك. طبعا انا نحب اقول لايمان منا بالدور التشريعي للنائب، وايضا الدور الرقابي. ما يلزموش النائب يكتفي بقبه البرلمان، يعني يكتفي بالجانب التشريعي ويعني مناقشه مشاريع القوانين واقتراح قوانين في علاقه بالبيئه، لكن عليه ايضا، ونحن ارتئينا في هذه اللجنه ان نرفق جلسات الاستماع للمعنيين والجهات المسؤوله على البيئه وغيرها من المسائل ذات العلاقه بالطاقه وغيرها. كنا او ارتئينا ان نرفق جلساتنا هذه بزيارات ميدانية لما لا نعاين من خلالها أو أثناءها الوضع البيئي المتردي. هذاك علاش طلبنا من السيد رئيس مجلس النواب أنه معناها يمكننا من زيارة إلى نبدأ بجابس، طبعا جابس قفصة صفاقس، وطبعا نرجو أن تتكرر هذه الزيارات وتشمل العديد من الجهات. الزيارات باش تكون يعني للمؤسسات الصناعية، باش تكون وين بالضبط معد البرنامج؟ شو باش تكون للاماكن اللي هي تشهد وضع متردي بيئيا، واللي عندها علاقه طبعا بمجمع المجمع الكيميائي بجابس اللي بتعرفوا برشا، اللي هو معناها مجرع ليه برشا انبعاثات غازات سامه انهكت صحه العديد من المواطنين. نشكون كذلك لمدينه قفصه وشركه الفوسفات اللي معناها ايضا عندها تراكمات نتاع العديد من المصبات على قريعه الطريق، واللي عندها برشا معناها يعني انعكاسات سلبيه على البيئه. نشكون ايضا لمدينه صفاقس ومعاينه بعض المصبات، بعض النفايات، كيفاش يتم التعامل معها، كيف معناها عملت البلديات ولو انها اصبحت شبه عاجزه ربما على ايجاد حلول امام الزخم المتسارع معناها والكميات الكثيره لهذه التراكمات المصبات العشوائيه وغير العشوائيه. هذه زياراتنا على ما ستقف تقريبا، ماهوش على المصانع والمعالم. نعرفوا المعامل عفوا، نعرفوا اللي ايضا المصانع هي جزء لا يتجزا من الوضع البيئي المتردي، ثم معناها انبعاثات نتاع مواد سامه تنهك الارض، تنهك الحيوانات احيانا، تؤثر على التربه، تؤثر احيانا على المائده المائيه. هذا ما نريد ان نعاينه معناها ونعايشه مع اهالينا. مدام بوسعيد، المواطن اللي يسمع فينا، المواطن يسمع فينا بالزياره باش تبدا بالجنوب ثم الشمال، المواطن يسمع فينا يقول لك الصور والفيديوهات والاحتجاجات وغيره، سنين توا موجوده في الحراك الاجتماعي اليوم والحراك البيئي موجود في الجهات هذيا والتوثيق موجود وغيره. اي بان انتم كنواب اليوم باش تجوا، مرحبا بكم بحذانا، لكن ماذا بعد هذه الزياره؟ شنو باش تعملوا لنا؟ معناتها عينتوا وعملتوا تقرير ورفعتوه الى السيد رئيس البرلمان، شنو باش تعملوا؟ باش تسكروا المصانع هذيا؟ باش تجبروها انه تحترم البيئه؟ شنو بالضبط معناتها؟ شكرا لك. لا نحن مش نعاين، ولكن المعاينه هذه سترفق بتقرير كما قلتي، ولكن نحن لن نسعى الى اغلاق المؤسسات. نعرف ان نحن زاد سنه بلادنا في حاجه الى الاقتصاد وفي حاجه للتنميه وفي حاجه مانيش مش نسعى لاغلاقها، بل سنسعى وسنعمل على ايجاد حلول وعلى يعني تصورات تقلل من هذه الانبعاثات ونجد حلول لهذه المصانع. ثم امكانيه راهو تاع حلول، يعني نجموا نلقاو مثلا كيفاش باش يتصرفوا، وكيفاش هما مثلا بالنسبه للنفايات هذيك المنجره عن المجمعات معناها ولايات. نحكيو على الفوسفو جيبس مثلا، نحكيو على الفوسفو جيبس في زوز ولايات، نحكيو على جيبس اللي هو يبلط البحر اليوم، ما فما تصحر في الخليج وفي بحر جيبس وفي غنوش وفي شط السلام والمناطق المجاوره، نحكيو في صفاقس على جبل نتاع فوسفو جيبس. هذوما شنو الحل اليوم؟ عندكم حلول مقدما معناتها ماشيين بها، ولا باش تعملوا معاينه ومن بعد تغزروا للحلول؟ لا اختي، نحن منذ حين معناها قلنا بانه مش نبداو بالمعاينه، ثم على ضوء المعاينه ذيك نعملوا تقرير ونبحث عن الحلول، طبعا مع تشريك الجانب الوظيفه التنفيذيه. من لا يمكن لنا ان نجد حلول بمعزل عن تشريك السلطه او الوظيفه التنفيذيه، وزاره المعنيه معناتها، الوزاره المعنيه اللي هي وزاره البيئه. وفعلا نحن عندنا تقريبا غدا يعني ايام دراسيه،
وسنطرح المسألة ولما لا ربما أن نستبق ربما إيجاد حلول لهذه المعضلات التي تشكو منها الجهات هذه، معناها جابس وقفة وساقس أيضا. واضح. وقتش الزيارة باش تكون سيدة النايبة؟ ان شاء الله موفى، ما نفوتوش موفى فيفري. نحن موفى نريد فيفري. ان نتسرع في هذا لانه عندنا لجان اخرى مش ندعو فيها البيئه مره اخرى ونتحادثوا معهم حول هذه المساله. باهي، احنا باش نتابعوا معكم برنامج هذه الزياره وتفاصيلها والتقرير زاد اللي باش تحضروه، كل التفاصيل نتابعوها معك سيده بثينه الغانمي نائب رئيس لجنه الصناعه والتجاره والثروات الطبيعيه والطاقه والبيئه بالبرلمان. نوصل معكم لقنا اليوم الخبر والحدث في تونس هو تغيير محافظ البنك المركزي. لماذا تم تغيير محافظ البنك المركزي وهل أنه مش يكون فما حلول للأزمة الاقتصادية الرامة في البلاد بعد هذا التغيير؟ موضوعنا بعد الفاصل. له باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام. ديوان فام صوتكم. ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس. خليك معنا وما تبدلش الموجة معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية. في 60 دقيقة. مرحبا، هلا وسهلا. محافظ جديد للبنك المركزي سيد فتحي زهير النجوري، هو هذا التغيير ربما كان مرتقب.